عزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة والدرجات العلى من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور نسألك كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور يا عزيز يا غفور. اللهم يا ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك غفور ودود. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارفع بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان، اللهم كن لهم في فلسطين وفي بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن وفي أراكان وفي كل مكان. إلهنا 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 عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، نسألك يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم إن لنا إخوانا مسهم الضر مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وضعفاء فقوهم وفقراء فأغنهم ومظلومون فانصرهم ومظلومون فانصرهم ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا جابر المنكسرين ويا منجي المؤمنين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رفيع الدرجات يا قاضي الحاجات، نسألك في هذا البلد الحرام.